كل يوم بتفرحنا بخبر جديد الحقيقة. عايزة أقولك يا جد، كمان ناس بتتبسط لما تروح تقعد في الأوتيلات، وأعتقد الفترة اللي فاتت ناس كتير قوي قررت إنها تزور الفنادق اللي موجودة في مصر، في كل مكان موجود في محافظات مصر، ودي حاجة حلوة جدا. فعايزة أقول لحضراتكم إن في 27 فندق ثابت في الأقصر وأسوان حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل. مش بس كده، كمان في 13 مطعم سياحي كمان حاصل على هذه الشهادة، علشان حضراتكم تكونوا مطمنين وانتوا رايحين وتكونوا عارفين إن الوضع آمن، وإن الأماكن دي محافظة على كل الإجراءات الوقائية اللي احنا بنتكلم عنها. وحضراتكم كمان أرجوكم ما تنسوش، دي أهم نقطة. عايز أقول لحضراتكم كمان إن وزارة السياحة أكدت إن الفنادق العائمة هتبدأ في تطبيق الضوابط اللي أقرتها مجلس الوزراء عشان تتمكن من الحصول على هذه الشهادة. كل ده علشان تكون مستعدة للعمل بالشكل اللي احنا بنتكلم عنه، وبكل الإجراءات الوقائية اللي احنا بنأكد عليها من أول ما بدأ الفيروس ده لحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. أهم حاجة حضرتك في أي مكان تكون لابس كرامتك، واخد بالك من الكحول معاك، تحافظ على كل المسافة اللي موجودة بينك وبين أي حد. اتبسطوا واستمتعوا، أكيد دي حاجة خلاص هنتعايش معاها لحد ما نشوف الموضوع هيحصل فيه إيه. ولكن أهم حاجة إن احنا نقدر قيمة اليوم اللي رجع لنا مرة تانية، وقيمة الحركة اللي بدأنا نتحركها مرة تانية، والسياحة الحمد لله اللي رجعت لنا.